واحدة ايه ده؟ يعني ما شاء الله الله اكبر، انت خضتيني عامة. ليه بس؟ والله خضتيني، انا مش عارفة يعني، الله اكبر، يعني الصوت لايف حاجة تانية. لا لا هو اللايف بيبقى مختلف شوية. لا ما شاء الله ما شاء الله، يعني ايه في ايه؟ ايوه، هي عاده الاغاني يعني الكوميرشال عامه يعني بتبقى مش مبينه برضو امكانيات الصوت قوي، بنحتاج ان احنا نبقى عاملين مزيج بين الحاجه اللي تعجب الناس وترقص عليها أيوة وتتبسط بيها، ومبقاش الاغنيه فيها مساحه ان احنا الصوت نقدر مش نبين. طب احكي لنا كده يا نغم بقى عن مشوارك مع نصر محروس، انت من البدايه واعتقد لحد دلوقتي انتوا لسه مع بعض، احكي لنا القصه جت ازاي. هو طبعا المنتج الكبير نصر محروس يعني مش محتاج ان احنا نتكلم عن اي حاجه عملها يعني في المزيكا. انا كنت قبل ما امضي مع الشركه كنت اوريدي بشتغل بعمل حفلات، وكنت شغاله يعني حاجه ليها علاقه بالاندر جراوند اكتر، كنت بغني اغاني يعني حاجات بتتكتب لي مخصوص وبتتلحن لي، وفي حاجات تانية فولكلور بس. وبعدين هو شافني ورحت واتكلمنا مع بعض، وحسيت ان هو هيعمل من موهبتي حاجه مختلفه. واوريدي عملنا 6 تراكات او 7 و6 فيديو كليب برضو، الحمد لله الحمد لله كان ليهم صدى حلو قوي، وحتى غنيت حاجات انا ما كنتش متخيله ان صوتي يليق فيها. انا طول الوقت كنت بغني فولكلور ومواويل وحاجات تانية خالص. هو اللي اقنعك ان بالموضوع ده؟ طبعا هو كان ليه نظره مختلفه ليها علاقه بالسوق اكتر، وطلع في صوتي الحاجات دي، يعني انا ما كنتش اعرف. هو انا كنت متعوده على نوع مزيكا معين، وبعد كده يعني انفصلنا وقت قليل، وبعدين رجعت تاني اشتركنا برضو مع بعض في الاغنيه الاخيره عالم افتراضي. الحمد لله برضو الناس حبتها جدا ونجحت جدا وبس. ايه كانت ايه كواليسها طيب الاغنيه الاخيره؟ لا كانت كواليسها حلوه قوي، لانه كمان احنا راجعين بطاقه ان احنا عايزين نعمل حاجه مختلفه. فانت لما تيجي تعمل حاجه مختلفه هتبذل فيها مجهود عن التحضير الطبيعي لاي تراك انت بتعمله، سواء من جهته طبعا كمخرج ومنتج وشخص عارف يعني بيحاول يطلع حاجه مختلفه، ومن خلالي انا. فطبعا الكواليس كانت يعني اولا طول الوقت احنا بنهزر يعني، كمان لان احنا كنا تقريبا مسافرين كلنا مع بعض، فكانت السفريه كلها بقى هزار وكده، وفي وقت الشغل احنا بجد جدا كلنا يعني عشان نطلع برضو حاجه بروفيشنال والناس تعجبها يعني. سافرتوا فين هنا؟ لبنان. سافرتوا فين؟ انا بقول على طول انا مش محتاجه اي لبنان. الاجابه حاضره جدا. لا انا بجاوب على طول، اساليني دلوقتي. طب ايه رايك